السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، اسمي سلطان بركات وأنا مدير الأبحاث في مركز بروكينغز الدوحة. في هذا المساء سنركز على القضايا والتطورات الموجودة حاليا في لبنان، وستكون مناقشات باللغة العربية، لذلك أرجو ممن لا يستطيع فهم اللغة العربية أن يستخدم أجهزة الترجمة الفورية الموجودة عند كراسيكم، فأرجو أن تستعدوا. كما أننا نبث هذه الجلسة مساء اليوم على قناة الجزيرة مباشر، وأنتهز هذه الفرصة لأرحب بالجمهور المشاهدين وأرحب بكم أنتم أيضا. وهذا يعني أن علينا أن نلتزم بالوقت المحدد لنا وهو 90 دقيقة، وكذلك يعني أن نكون حريصين ودقيقين في طريقة التعبير أنفسنا. إذا ما أصاب أي واحد منا نوبة غضب أو فهناك لغة معينة غير مقبولة على شاشة التلفزيون، كما أن نرحب بالمشاهدين الكرام وستطيعون متابعتنا عن طريق التويتر و الفيسبوك لإرسال أسئلتهم التي يمكن نقدمها للمتحدثين. سلطان بركات وأنا مدير الأبحاث في مركز البروكينغز في الدوحة. اليوم لنا شرف استضافة خبيرين متمرسين في السياسة وصنع الفكر وتشكيل الفكر في لبنان وفي العالم العربي أجمع. بداية معنا الدكتور أحمد مصلي، هو أستاذ في علوم السياسية في جامعة الـ AUB في لبنان، ومتخصص في موضوع الإسلام السياسي، له مؤلفات عدة في هذا الموضوع، وحصل على جوائز عدة لكتبه خلال 20 سنة من الممارسة الأكاديمية. آخر كتبه أو من أهم كتبه حصلت على جوائز كان كتاب نشر في عام 2003 في اللغة الإنجليزية The Islamic Quest for Democracy, Pluralism and Human Rights from Classical and Medieval Roots to Modern Discourses. يتطرق إلى مفهوم الإسلام السياسي وحقوق الإنسان وكيفية محاولة الغرب التعرف ومتابعة الإسلام السياسي. دكتور مصلي كمان حصل على PhD من جامعة ماريلاند في الولايات المتحدة، وكان أستاذ زائر في مجموعة من الجامعات العالمية بما فيها بيتسبرغ وشيكاغو وكوبنهاجن. ونحن لنا الشرف في استضافته اليوم، وهو من زملاء البروكينغز بشكل عام، من الناس اللي احنا بنتابع افكاره وكتاباته بشكل حثيث. معنا كمان الاستاذ علي حماده. الاستاذ علي حماده معروف في العالم العربي كباحث وكاتب وصحفي متمرس في جريده النهار بالاخص، عنده كولوم او عمود كتابه في جريده النهار، وهو كمان عضو اداره في جريده النهار العربيه في لبنان. أستاذ حمادة كمان مشهور لاستضافته لبرنامج استحقاق اللي كان يبثه تلفزيون المستقبل، واستمر من عام 2004 إلى عام 2013. روحوا للرئيس. روحوا للرئيس. نيجي لموضوع الترويح هلا كمان شوي. في الوقت الحالي هو يستضيف ويشارك في برامج سياسية عدة على القناة. أستاذ حمادة كمان له دور سياسي مهم في لبنان، هو عضو أمانة عامة في حركة 14 آذار، واللي كما تعرفون هي حركة متعارفة على رفضها للتدخل السوري بشكل عام في وضع لبنان السابق. هلا نحن عم نتدخل فيهم، هلا انقلبت الآية وكمان رح نجي لهالكلام. نعم. بعد شوي. بشرفنا وجودك معنا. شكرا. أستاذ علي، في هاي المقدمة رح نبدأ نقاشنا. الفكرة هي 90 دقيقة، رح أنا أبدأ في كم من سؤال نحاول نخلي
إخواننا يعطونا لمحة أوضح عما بيحصل في لبنان، وبعد هيك بدنا نفتح المجال للإخوان الموجودين معنا في المستمعين هون والمستمعين على قناة الجزيرة مباشر. المتابعين على قناة الجزيرة بيقدروا يبعثوا لنا الأسئلة عن طريق التويتر @brookings_دوحة هاشتاج لبنان، ومعنا هون إخوان بيوصلوا لي الأسئلة في إن شاء الله في الوقت المناسب. صارنا من طبعا لبنان مش غريب على الاضطرابات ولا غريب على التوترات السياسية، والحالات الحالة متوترة صار لها فترة قبل حرب سوريا ولا زالت مستمرة في نوع من أنواع التوتر. لكن حصل شيء جديد بشهر 7 إنه الشباب أخذوا للشارع، طلعوا للشارع وطالبوا هالمرة بمطالبات خدمية، يعني ما بدأت في الحركة مطالبة برفع النفايات من البلد، واستمرت شهر 7 شهر 8 شهر 9. سمعنا أنه صار في بعض التنازلات والاتفاق ما بين الحركة وبين الحكومة، لكن زي ما كلنا عارفين المظاهرات أو الاعتصامات ما زالت مستمرة في وسط بيروت لحد اليوم، وتطرح بعض تساؤلات جديدة على الساحة اللبنانية. منها مثلا أنه حتى من ناحية خدمية، إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه هدول الشباب طالعين مطالبات خدمية، الخدمات اصلا كانت يعني متقطعه في لبنان بشكل عام وفي بيروت بشكل خاص. الكهرباء، النفايات تم خصخصتها من وسط التسعينات 2000. ليش اليوم، ليش بشهر 7 طلعت هذه الحركه في هالوضع الحالي اللي احنا فيه مع اللي بيحصل بسوريا، مع اللي بيحصل في المنطقه، مع التدخلات الخارجيه في المنطقه؟ هل في أي نوع من الارتباط مع عوامل أخرى، أو هل الحركة فعلا حركة داخلية مستقلة 100%؟ أستاذ علي. يعني شكرا. Thank you doctor. Good evening all and good evening to our viewers over Al Jazeera مباشر. Your question is really an important one and comes at the right time. When we talk today, and I'm here talking to you as a journalist, there are many Lebanese and even our Arab brothers who lived or studied in the Lebanon in the past used to wonder over many years or the decades, in fact, اصطلح على تعريفه بالحرب الأهلية اللبنانية أو حرب الآخرين في لبنان، اللي كان الأستاذ غسان تويني الله يرحمه يقول هذه حرب الآخرين في لبنان، يرفض أن التعريف الأهلي لهذه الحرب. كنا نتساءل أنه كيف يستطيع اللبنانيون أن ينزلوا في مظاهرات، لنتحدث بلغة بسيطة، أن يتحمسوا لقضية ذات بعد طائفي، لقضية تحصل في بلد عربي آخر فيتجمهر الناس ويتم الدعوة إلى تظاهرات وينزلوا الناس بآلاف وعشرات الآلاف. أنا ما عم بحكي عن فترة ما قبل 1975 عندما كانت هناك القضية الفلسطينية وقضايا أخرى حتى مطلبية كانت موجودة، عم بحكي بالمرحلة التي لحقت آخر 30 عام. وكنا نطرح، وأنا كثيراً ما طرحت هذا السؤال في مقالاتي، أقول هذا السؤال، أطرح هذا السؤال: كيف يستطيع اللبنانيون أن ينزلوا بمئات الآلاف من أجل مطلب طائفي مذهبي ضيق، مناطقي حتى ضيق، ويعجزون عن النزول إلى الشارع من أجل لقمة العيش؟ أصبت بتوصيفك أستاذ بركات عندما قلت أنه بلبنان ما كان في خدمات. بلبنان تعلم كل اللبنانيين على مدى العقود الأربعة الماضية أن يكون هناك، أن تكون لهم الدولة القطاع العام يعني في الدولة، ولديهم دولتهم الخاصة يعني الكهرباء العامة لكن في الجنريتر أو محرك الكهرباء، الخدمات العامة دائما إلى رديف خاص،
التلفزيون مثلا بلبنان عندك تلفزيون العام والخدمات العامة، لكن بالوقت نفسه عندك الكيبل اللي نحن بدأنا نسرق الكيبل يعني بالإذن من الجزيرة، ما بندفع الرويالتيز عليهم. بكل الأحوال يعني كان هذا السؤال مطروحا، لماذا لا يستطيع اللبنانيون أن يجتمعوا على لقمة العيش، على المطالبة بهذه الخدمات التي ينبغي أن تكون متوفرة في حدها الأدنى لكل مواطن لبناني، وأنه يعيش اللبناني. أزمة النفايات ليست مستجدة، انفجرت مؤخرا لكن موجودة كانت. أزمة الكهرباء، أزمة المياه، لبنان هو الذي كان يقال عنه سويسرا الشرق، ويقال عنه أنه هو جنة هذا الشرق. لدينا معدلات هائلة مثلا من الأمطار في فصل الشتاء، يذهب الماء هدرا إلى البحر، حوالي 10 مليار متر مكعب من ماء المطر، لأنه لم يفلح اللبنانيون أو لم يقرر اللبنانيون أن ينشئوا السدود لضبط المياه. فستة أشهر في خلال السنة اللبنانيون عطشة، اللبنانيون يشترون الماء بدل أن يصلهم إلى منازلهم، يشترون الماء بالصهاريج، وهكذا دوليك. يعني مسائل كثيرة، الفساد الإداري، الرشوة، الفساد على المستوى الأعلى، لكن الفساد أيضا على المستوى الأدنى من الإدارات العامة في كل المرافق اللبنانية، وعدم احترام القانون بالأشياء البسيطة. عجز اللبنانيون أن يجدوا قواسم مشتركة تجمعهم خارج الإطار الطائفي أو السياسي. الشيء الجديد والمستجد هذا العام يعني في مطلع هذا الصيف هو أنه أفقنا، وأنا أقول أفقنا لأنه كنا نائمين، أفقنا في حزيران على أزمة نفايات استجدت بفعل انتهاء، ويجب أن يعني نشرح للمشاهدين وطبعا للحضور أنه كانت هناك عقود مع إحدى الشركات الخاصة، انتهى العقد ولم يتم تجديده، عجز مجلس الوزراء اللبناني عن الاتفاق على شركة أخرى أو إجراء مناقصات معقولة وشفافة وتتحلى بمصداقية. فانتهى العقد وأفاق اللبنانيون على النفايات في شوارعهم وعلى أبواب بيوتهم، عندها اكتشفوا أنه في مشكلة كبيرة بالبلد. الحركات المطلبية يعني الجمعيات الأهلية في لبنان، جمعيات لها ماض عريق موجودة على الساحة، لكنها لم تكن تفلح في جمع بضعة أفراد في تظاهرة أو في حركة احتجاجية، تارة رفضاً لتمديد ولاية مجلس النيابة اللبناني. تعرفون أنه مجلس النواب اللبناني مدد لنفسه ولايته، طبعاً معنا رئيس جمهورية منذ 500 يوم تقريباً، ومش مبين أنه راح يكون عندنا رئيس جمهورية في المدى القريب. ولكن الشيء اللي صار وحقيقة لا نزال في لبنان، وأنا صحافي قبل كل شيء، نطرح على أنفسنا هذا السؤال: كيف أفاق اللبنانيون من سباتهم؟ هل أفاقوا لأنهم أحسوا بأن النفايات أصبحت النفايات على أبواب بيوتهم وما عاد في مجال للهروب من المسألة المطلبية؟ هذا سؤال. توسعت الحركة المطلبية، توسعت الحركة الاحتجاجية، وتم ردفها بجمهور هو بلبنان أنا بوصفه بالجمهور الرأي العام. هذا جمهور لأنه بثماني أزار، يعني قوة ثماني أزار هي القوة المتحالفة مع سوريا ومع إيران ومع حزب الله يعني، وقوة 14 أزار هي القوة المناوئة له. هذا الرأي العام الخارج من كل قيد طائفي وكل قيد سياسي قرر النزول إلى الشارع، فوجد أنه ب29 آب
أغسطس الماضي للمرة الأولى في تاريخ لبنان الحديث، يعني منذ 1975، تظاهرة ضخمة ضمت عشرات الآلاف من اللبنانيين، من مدنيين لا يخضعون لأي تنظيم، لا طائفي ولا حزبي ولا سياسي، نزلوا برغبتهم الخاصة إلى الشارع ليحتجوا ويقولوا كفى كفى، لم نعد قادرين على تحمل هذا الواقع اللبناني المرير. نعم هناك قضايا كبرى، هناك صراع كبير في لبنان، هناك انقسام عمودي في لبنان على قضايا كبيرة سياسية، لكن يعني اللبنانيون يموتون بالتقسيط. فهذه هي الظاهرة، وهذه حقيقة ظاهرة، وظاهرة لم نجد حتى الآن إجابة شافية عن كل يعني عن الصورة، ما اكتمل البازل، هذا البازل لم نستطع إكمال كل قطعه في هذه اللوحة. نعم شكرا. ممكن دكتور أحمد رح يحاول يساعدنا نكمل البازل هذا. بالبازل هذه أيوة. الدكتور شو موقف وات والألوان السياسية في لبنان اليوم من هذا الحراك، كيف هل له أصول سياسية بأي شكل من الأشكال، أو هو فعلا زي ما وصفه الأستاذ علي مستقل؟ لا يعني وصفه للأستاذ علي دقيق جدا. اليوم تقف كل القوى السياسية من 14 آذار و8 آذار بعد أن حاولت استيعابها بشكل أو آخر لهذه الحركات أو الحركة يعني المطلبية. كان هناك محاولات للنزول معها إلى الشارع أو لشدة لطرف أو آخر، كل هذه الحركات سقطت حتى مع التيار العوني الذي عادة يعني كان وما زال يعتقد أنه يمثل المطالب أو مطالب فئة للشعب، يعني عم بحكي عن المطالب المطلبية مش السياسية. اليوم كل القوى تعتبر أنه ظهور قوة لا طائفية لا مذهبية لا مناطقية تهدد التركيب القائم اليوم في البلد. بس هيك مراجعة بسيطة اللي قالوا، ما مش أنه تغيير لبنان محكوم بالطائفية والمذهبية، هناك طبقة سياسية فاسدة أو أغلبها فاسد حتى ما الكل يزعلوا، ليه حتى كل واحد يستثني حاله أنه هو ما فاسد، أغلب الطبقة السياسية فاسد فسادا شنيعا، هذه الجماعة بموضوع الكهرباء، تلك الجماعة بموضوع المي، جماعة الأخرى بموضوع النفايات والجمارك والمطار والطرقات وما إلى ذلك. الدولة الحكومات اللبنانية متعاقبة منذ اتفاق الطائف حتى اليوم، حكومات جعلت الفساد الركن الأساسي في العمل الحكومي والعمل السياسي في البلد. لبنان اليوم هو مؤلف من مذاهب طبعا وطوائف ومناطق مختصرة بعشرة أو 12 شخص يعملون من خلال الزبائنية الموجودة. أنا مذكر لما أنا رجعت من أمريكا مع دكتوراه وقلت شو بدي أشتغل، استشرت أصحابي قالوا لي بدك تروح عند الزعيم الطائفي، قلت له أنا مع الدكتوراه، قالوا لي طز وإذا مع الدكتوراه يعني بدك تحكي مع الزعيم الطائفي وغيري نفس الشيء، يعني أنا لست استثناء في هذا المجال. لذلك اللبنانيون اليوم يشعرون أن هناك خللا كبيرا مش بس بالسياسي لكن بكل الأمور. النفايات كانت علامة فاقعة في وجه الحكومة أنها وصلت إلى حد أنها غير قادرة على رفع النفايات.
كل الحركات المطلبية الموجودة تم إجهاضها في السابق. بتلاقي مثلا على سبيل المثال حركة سائقي سيارات الأجرة جربوا مثلا يكون لهم اتفاق مع الحكومة تم إجهاضه. ليه؟ لأن رئيس نقابة سائقي الأجرة يتبع لهذا الفريق أو ذلك الفريق. لذلك هذه الحركة شكلت سيربرايز، يعني شكلت مفاجأة لجميع الحاكمين. أنا بعرف أنه وتحدثت مع العديد من الناس أنه الجميع هم ضد هذه الحركة لأنها تهدد مصالحهم الخاصة والعامة، تهدد تركيب الحكومية، وتهدد اللي هو أكثر البنية السياسية للدولة في لبنان. أنت بتعرف بلبنان واللي هو شيء، وللأسف العراق عملوه تقريبا مثله، وسوريا جاي على ترتيب مثله كمان للأسف، عود عن لبنان أن يخرج من السياق. كل الوظائف في لبنان مرتبطة بكونك من هذا المذهب أو ذلك المذهب. تكوين الدولة، تكوين الدستور، تكوين الفئات الاجتماعية والسياسية كل قائم على مذهبي وطائف. اليوم إجاك مجموعة من الشباب الذين يحاولون عبر طلعت ريحتكم بدنا نحاسب يستينك أو بدنا نحاسب أو كذا. هذه الحركات أخذت هدفا يمكن لجميع اللبنانيين التعاطف معه، وغالبية الشعب اللبناني متعاطف مع هذه الفئات. من ثلاثة أيام أستاذ عارف يشرح يمكن أكتب الموضوع، بدأ العمل بشكل قاسي لإجهاض هذه الحركة بكل المعاني التي تمثلها. فنحن يعني نحن على أبواب قمع هذه الحركة، عوض عن أن يكون هناك دعم إلى حتى نتمكن من الخروج من المذهبي والطائفي. القلائل جدا اللي اعترفوا أنه هن جزء من الفساد، وأنا فعلا بحيين على شجاعته مش على الفساد طبعا، لكن نحن بنعرف أنه الدولة مثلا على سبيل المثال دفعت 30 مليار دولار من أجل أن يكون في لبنان كهرباء. ما بتجي الكهرباء، أنا عايش بمنطقة بدفع حوالي 400-500 دولار مش للموتير، عندنا موتير بالبناية عدا 400 ألف اللي هو 300 دولار تقريبا اللي بدفع. يعني أنا بدفع كهرباء بلبنان مرتين 800 دولار، يعني هذا معاش كبير بدفعهم مرتين لو كانوا 100 دولار ما عندي مشكلة، بس عم بدفع مبالغ خيالية. النفط بينزل الكهرباء بتطلع، يعني الكهرباء انتوا بتعرفوا انه النفط بالعالم نزل لنصه تقريبا، سعر الكيلو وات بلبنان الكهرباء بدل ما ينزل طلع، يعني منطق معكوس ما ممكن واحد يفسره. هل لماذا هذا الوقت؟ فعلا هو سؤال محير وحير الجميع تقريبا. وانا ما بعتقد انه هي يعني بازل بالمعنى انه لا يمكن استدراكه. في ناس اتهموا القائمين على الحراك بانهم تابعين للسفارات، السفارة الأمريكية، السفارة الفرنسية، الفرنسية، السفارة القطرية، السفارة السعودية، ييب قطر نحن طيب، السفارة الإماراتية، السفارة كذا، السفارة كذا، طيب. تأمون أنهم يريدون أن يجعلوا في لبنان ربيع عربي أسود مثل اللي شفناه أو إلى ذلك. أنا يعني بلبنان أصلاً الكل بيقبض من السفارات، ما في شيء جديد، يعني 8 أزار بتقبض من السفارات و14 أزار بتقبض من السفارات. يعني عملية أن يكون الواحد مدفوعاً من قبل طرف دولي، وهذا جزء من اللبنانيين وصلوا لمرحلة غير قادرين على حل صراعهم الداخلي اللي ارتبط الآن بسوريا وبالعراق وبالمشرق العربي وبالتوازن الإقليمي ما بين إيران والسعودية، ثم هلأ الأسوأ كمان توازن العالمي ما بين روسيا والولايات المتحدة. يعني لبنان ما قادر ينتخب رئيس
لأنه مرتبط بكل اللي ذكرته، بسوريا والعراق وإيران والسعودية، التوازن الإقليمي، التوازن هلأ. لذلك أنا بعتقد أنه هذه الحركة هي كانت نتاج طبيعي مزبوط، لكن قبل ما كان في لجوء سوري بالمعنى. أنتوا بتعرفوا أنه في لبنان اللي هو 4.5 مليون بني آدم إذا بعدهم عايشين هناك، في 500,000 فلسطيني يعني لاجئين من زمان، في 1.5 مليون سوري. يعني الأمم المتحدة بتقول 1.2 يعني 1,200,000 مسجلين، في ما مسجلين أكتر، فنحن خلينا نقول 1.5 مليون. هؤلاء أهلا وسهلا بيشرفوا معنا مشكلة نحن، بس وضعوا ضغط على الكهرباء، وضعوا ضغط على الماء، وضعوا ضغط على الشغل. يعني الفئة العمرية للشباب اللي عم بيتظاهروا مش بعمري وبعمر استاذ علي، نحن خلاص زبطنا وضعنا ومش عارف. الفئة العمرية اللي عم تحتاج هي حركة احتجاج حقيقية، يعني protest movement، حركة احتجاج حقيقية. لكن اللي الأمور بعتقد اللي طرقت ما كانت موجودة قبل، إنه اليوم الأشغال اللي ممكن هيدي الفئة العمرية تاخدها، مثلا محاسب بشركة أخذوا السوري، تقني كهرباء أخذوا السوري، تشاف بمطبخ أخذوا السوري، فئات من العمالة، العمالة بمعنى البروفيشن يعني مش أخذوها السوريين. في كتير لبنانيين أصبحوا خارج دائرة العمل في لبنان، والجمعيات الدولية من الأمم المتحدة للدول العربية بما فيهم دول الخليج لم يدعموا الفئات، لم يدعموا السوري بشكل حقيقي في لبنان. اليوم عنا نحن أعطيكم مثل، عدد التلاميذ في المدارس في لبنان من السوريين أكثر من اللبنانيين، عدد التلاميذ السوريين أكثر من اللبنانيين، فعاملين لهم دوام خاص بالسوريين بعد الظهر بلبنان. يعني بدك معلمين، بدك تجهيزات، بدك ذلك. فبمعنى آخر اليوم أي معظمنا مثلا بدك تصلح المي بالبيت، تصلح الاير كونديشن، معظم العمالة سورية أصبحت. هذا وضع ضغط على الشباب، الشباب اللبناني. أنا ما عم بقول غلط يجي السوري ويشتغل، ولكن بدأ علاج كامل متكامل من الدولة. الشباب أصبح في غالبيتهم ما عندهم شغل وأصبحوا خارج، فتمت أمور وإجت قضية النفايات. النفايات أنتم يعني هون أصبحت على باب كل شخص، المدينة أصبحت يعني رائحتها ستينك، يعني مش طالعة ريحتها، بتقرف يعني. لذلك أنا بعتقد هذا الحراك سواء كان وراء حدا أو ما كان وراء حدا هو محق، ولكنه على وشك أن يضرب. بمعنى آخر، لأنه الحراك في له جذوره في لبنان، طبعا مش بالضرورة أنه محرك من الخارج، لكن في عوامل أدت إلى الحراك. إذا أخذنا على اللي وصل له نتيجة الحراك سوفار، بتكلم الدولة عن فتح قناة للحوار الوطني، تكلموا عن بدائل للنفايات ومعالجة النفايات وإلى آخره. هذا اللي تفضلت فيه دكتور، إنه معظم الأحزاب السياسية ضد الحراك هذا اللي صار، يعني مش مؤامنة فيه، بتحاول بتحس إنه راح يهدد مصالحها في البلد. هل معنى ذلك إنه الحوار الوطني هذا بس اسم منظره ما راح يصير؟ يعني اللي بتكلموا فيه تفضل. كمل. أنا رأيي إنه الحوار لن يؤدي إلى شيء في هذه المرحلة. هناك معطيات يجب أن تتوافر في الداخل أو في الخارج غير موجودة. النظام اللبناني، يعني مثلا أعطيك على سبيل المثال انتخاب رئيس الجمهورية،
لا يتم إلى بتلتين 89 نائب، أوقف العملية الديمقراطية بالعالم كله. بتروح أول مرحلة بتجرب تأخذ التلتين مثلا، لا ما ممكن تأخذ التلتين، الدورة الثانية بالنص زائد واحد. أما في لبنان ممنوع، بس الحوار عم بحاول يطرح. لا إيه بس المطروح يعني معاتك مع مثلا 8 أزار عندها مرشح واحد هو العماد عون وما بتتخلى عنه بهالمرحلة، لكن الطرف الآخر طرح الدكتور سمير جعجع من أجل أن يحرق ورقة العماد عون. هلا الطرفين عندهم حق بهالطرح، يعني أنت اللي عندك حق، لكن الآلية المعمول بها بمجلس النواب لانتخاب رئيس جمهورية غير صحيحة. ليه؟ لأن الرئيس بري ومكتب المجلس والقوانين المرعية بهالمرحلة تتطلب وجود الغالبية العظمى من النواب. يعني هو عمليا هذا اللي بيطرح يعني شيء المطروح بلبنان اللي الكل بيعرفوه خصوصا المتابعين، انه القانون بلبنان هو وجهة نظر وليس نص. يعني تستطيع إشارات السير تماما، يعني القانون هو وجهة نظر، ولذلك فئة من القوى السياسية اللبنانية تعتبر بأنه يمكنك أن تنتخب رئيس جمهورية بأكثرية النصف زائد واحد، يعني الأكثرية المطلقة. فئة أخرى تقول لا، بدك ثلثي المجلس النيابي لأنه الوضع اللبناني هو وضع له علاقة بميثاقية العلاقة بين الطوائف. وهل مجرى وهذا الأمر ببلش برئاسة الجمهورية وينسحب على كل المواضيع الأخرى، إلى التعيينات في الوظائف العامة، إلى المسائل اللي علاقة بتشكيل الحكومة، إلى 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 البحث في قانون الانتخاب اللي هو أساسي في لبنان. إذن مشكلة لبنان إنه كله وجهة نظر، الوطنية وجهة نظر، الخيانة وجهة نظر، لأنه فريق يعتبر أنه فريق آخر خائن وعميل بين مزدوجين لهذه القوة وهذه القوة وهذه القوة، فريق آخر بيعتبر أنه هولي خوني وقتلي ومجرمين واللي سوى. يعني كل وجهة نظر بلبنان، وحتى بوجود النص، وهذا الشيء المخيف يعني بلبنان، حتى عندما يكون هناك نص ويكون النص واضحا يتحول الى وجهة نظر. ما بعرف شو السر في هذا البلد اللي حتى النص القوى السياسية تمط بهذا النص وتجعله قابلا للتأويل 180 درجة هون و180 درجة هون. يعني هذه يعني ملاحظة مهم الواحد ينتبه له. يعني هالمذهبية والطائفية اوصلت النظام اللبناني أن لا يعمل إلا إذا توافق الجميع عليه. صحيح كلام الأستاذ علي، هناك وجهات نظر، بس في أمور يعني نحن كعرب أو كمسلمين مثلا التعامل مع إسرائيل من وجهة نظر، هذه خيانة مثلا، في أشياء واضحة. على واحد ممكن يختلف بمواضيع تانية له وجهة نظر أنه الدخول إلى سوريا أو لا، في ناس مع ناس ضد، هذا مفهوم. لكن أزمة النظام في لبنان، وهذا اللي عم ركز عليه، يعني أزمة النظام مثل ما قلنا أنه هو نظام مذهبي وطائفي، وبالتالي إذا تركت أحد الجماعات أو المجموعات الممثلة مثلا بالعماد عون أو ممثلة بحزب الله أو ممثلة بالمستقبل أو ممثلة بالنائب وليد جنبلاط أو يعني الممثلين الكبار، يعتبر أن النظام سيسقط وأننا سنذهب إلى حرب أهلية ثانية. لذلك عندنا نظامين، عندنا نظام المكتوب اللي هو مذهب وطائفي ومؤرف، لكن إذا نعمل عليه ممكن يوصل لمحل تاني. لكن عندنا نظام الحقيقي اللي هو خارج المؤسسات اللي يعمل عليه من خلال تقسيم الحصص، حتى الزبالة بدي أصموه على فلان وعلتين، كل واحد بده يقرض شقفة وياخد
يعني شغلة وياخد عندك أنا وياك دستور أنا وياك برات لا لا عندك دستور مكتوب لا يتم تطبيقه وعندك دستور غير مكتوب هو المطبع في لبنان صحيح يعني هيدي المفارقة هيدي التركيبة اللعبة اللبنانية اللي عجيبة بلد يعني لا في يعني عنده كل هذه المشاكل وماشي يوم بيوم هو فعلا احنا المتابعين من الخارج يعني من المعجزات انه لبنان لا زال في حالة استقرار لكن الحمد لله انه في حالة الاستقرار هاي هلا هيدي نقطة مهمة يعني. حاولنا الدكتور علي استاذ علي اعطينا بس فكرة عن المتطلبات الحراك هذا هلا هم الحل بالنسبة لهم ايش؟ بيجوا حكوا مع الحكومة وصار في تمثيل في اتصالات مع الأحزاب السياسية نعم. إيش الحلول اللي هم طارحينها بالمقابل بهالوضع السياسي الحالي يعني أنت في أعقد ممكن مراحل سياسية ممكن تكون وأكثرها حساسية في دول عربية أخرى مثلا بالأردن كل الحراك خف الناس كلها انسحبت بقول لك ما بدنا يصير فينا اللي صار بسوريا ما بدنا يصير فينا اللي صار باليمن الآخر هلا هون عندك جماعة لا مصرين على التغيير في الوضع الحالي شو اللي بطلبوه ايش اللي بدهم اياه بالضبط هلا ليك الحاله اللبنانيه مختلفه يعني كل اللي بيعرفوا لبنان او اللبنانيين بيعرفوا انه عندما يعني مختلف عن كل الدول العربيه الاخرى الحاله اللبنانيه تحديدا ليش باي بلد اخر كان عم بينزل تظاهرات بمرحله الربيع العربي الشعب يريد اسقاط النظام نزل شفنا هالشعار سمعناه بشوارع بيروت وجينا يعني لما سمعنا هذا الشعار من الحراك المدني الذي المطلبي لكن كنا نجي نوقف يا اخوان اي نظام بدك تسقط وين النظام دلني عليه اين هو هذا النظام الذي تريد ان تسقطه لنذهب ونسقطه معا ما في نظام بلبنان يعني عملنا لبنان في تركيبه لكنه ليس نظام قلت لك في نص مكتوب دستور مكتوب لا يطبق ودستور غير مكتوب هو الذي يطبق تريد إسقاط النظام ما هو النظام لا أحد يستطيع أن يدلك على النظام اللبناني النظام اللبناني هناك أحد الزملاء الكبار لي يعني زميلنا بجريدة النهار يعني بعرف كثير منكم بيعرفوه اسمه سركيس نعوم أستاذ سركيس نعوم كاتب يعني من الرعيل المخضرم يصف دائما في مقالاته الشعوب اللبنانية عندما يتحدث عن لبنان يقول الشعوب اللبنانية حتى لا يقول الطوائف ولا يقول المذاهب ولا يقول المناطق الشعوب اللبنانية فلذلك يعني الحالة اللبنانية حالة غريبة الحراك المدني المطلبي هز يعني أسهم في إيقاظ اللبنانيين إنه في قضايا لا يمكن بقى السكوت عنها نستطيع أن نختلف على الموقف من بشار الأسد نستطيع أن نختلف على الموقف من إيران على الموقف من السعودية على الموقف حتى هناك خلاف على مرحلة الحرب على كتابة التاريخ فيما يتعلق بمن كانوا مع المقاومة الفلسطينية ومن كانوا استنجدوا بالإسرائيلي لمقاومة المقاومة الفلسطينية يعني هذه كلها وجهة نظر لكن موضوع المطلبي والموضوع الحياتي اليومي الناس شبعت إنما السؤال الكبير إلى أين إلى أين يستطيعون الذهاب والوصول هل يستطيعون تحقيق أهدافهم بس لا هذا السؤال كبير المطلب ايش انه بس يحلوا مشكله النفايات so what is their demand is من النفايات زي ما تفضل طرحت العديد من الشعارات ومن المطالب ما فجر الحراك المدني هو موضوع النفايات لانه فعلا شيء لا يطاق يعني تخيل انما عندما نزلوا الى الشارع طرحت شعارات متنوعه بعضهم قال نريد إسقاط النظام بعضهم قال نريد انتخابات رئاسية أولاً ثم انتخابات نيابية
بعضهم الآخر طالب بإسقاط رئيس الحكومة تمام سلام في المرحلة الأولى، ووزير البيئة محمد المشنوع، ووزير الداخليين وهذا المشنوعين. وثم عاد بعضهم يقول لا، نريد انتخابات نيابية لتصحيح الخلل التمثيلي في لبنان، ومن ثم انتخابات، يعني اختلفوا. ثم سحبت هذه المطالب وهذه الشعارات، لأنه كل القوى المكونة لهذا الحراك اختلفت فيما بينها على الأولويات، وأعادوا ترتيب سلم الأولويات بموضوع المطلبة، يعني النفايات أولاً، ثم يتفرغون إلى بعض إلى قضايا أخرى مثل الكهرباء، مثل المياه، مثل قطاعات أخرى. لكن وهنا أنا بعطي وجهة نظري يعني الخاصة، تصوري إنه هذا الحراك مهم، ساهم في إيقاظ الناس، لكنه حتى الآن لا يزال أمامه طريق طويل طويل طويل، لأنه التركيب اللبناني الطائفي المذهبي المافياوي السياسي بشكل الإيجابي أو بشكل السلبي أقوى بكثير 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 بكثير، ولديهم الكثير وقادرون على استيعاب وعلى امتصاص هذا الحراك المدني، بالرغم من أن هناك تغطية إعلامية أسهمت في إعطائه زخما. هناك محطات تلفزيونية تفتح الهواء مباشرة على مدى ساعات لهذا الحراك، لكن كله ما عم يكفي. بكرة بدعي أحد قادة الأحزاب الكبيرة إكس أو واي، إكس أو واي، إلى تظاهرة تحت شعار كبير له بعد سياسي أو بعد تصادمي مع فريق آخر، يستطيع أن يجمع 100,000، 150,000، 200,000 متظاهر في الشارع، ويكون في نبض مقاتل أو تصادمي. حتى الآن هذه هي الصورة. هو اللي لفت نظر الناس مش بس إنه صار في حراك، كمان ردة فعل الدولة لإله، يعني حتى درجة الفايلنس، طريقة التعامل مع المتظاهرين فيها وجهة نظر إنه يعني كانت شوي يعني رف. في ناس تقول إنه رف، أنا شخصيا يعني كنت طالب في فرنسا مظاهر لأسباب أخرى، كان مرة أقولهم إياها بس إنه الطريقة اللي عم بتعامل مع هدول الشباب. أنا كنت طالب بفرنسا، كنا لما تنزل متظاهرات بباريس ويصير في شوية يعني صدام مع قوى الأمن بباريس، كنا ناكل قتلة، يعني كنا نتعرض للضرب في أم الحريات وأم الديمقراطية في العالم. انتبه يعني. بس لما نزلوا لأسباب طائفية أخرى قعدوا في وسط بيروت لأسابيع، بس ما صار شيء، ما صار ضرب أبدا. 2005 بتذكر يا دكتور، 8 أذار نزلت يقال 500,000 أو 600,000 متظاهر بقيادة سيد حسن نصر الله وحزب الله، ما صار شيء بساحة رياض الصلح معروفة. بعدها ببعض أيام أنزل الفريق الآخر المناوئ للوصاية السورية ولكل هذه المنظومة قوى 14 أذار، نزل ب 14 أذار ما يفوق المليون متظاهر من كل الأشكال والأجناس، وهذا من كل المناطق، ضربة كف ما صار. هو السؤال ليش هلأ صار؟ ليش إيش الفرق بين هدول المظاهرين؟ في تفسيرين ما بعرف إذا فضل. أنا رأيي إنه الكلام اللي قاله صح، بس أنا رأيي إنه خطورة هذه الحركة أنها تهدد السلطة نفسها، يعني مثلا حزب الله أو المستقبل هن جزء من السلطة، الهدف منه مش إسقاط السلطة، الهدف منه الحصول على مكاسب معينة في هذا المجال أو ذاك المجال. هؤلاء يعني الجماعات أو الحراك يعني هدفهم لا يشمل التسويات مع السلطة، يعني حتى رفضوا الاجتماع مع مثلا رئيس الحكومة تمام سلام اللي دعاهم للقاءات. وأيضا كمان المهم أن السلطة أيضا غير قادر على تأمين مطالبهم، يعني منذ اليوم الأول لنزول للساحة حتى اليوم ما انحلت أزمة النفايات، مشكلة.
عندك أزمات أخرى متراكمة. إذا ننسى الموضوع السياسي يعني برا انتخاب رئيس ومجلس نواب جديد و الحركة يعني المطالب عند الناس هي مطالب محقة والناس بتتعاطف معها بشكل كبير جدا، حتى الناس المتحازبين من الطرفين يعني مين ما بيتعاطف مع مطلب النفايات أو إزالة النفايات، مين ما حتى الرئيس تمام السلام قال نفايات سياسية، عم بيحكي على السياسيين يعني بيحكوا على بعضهم فاسدين والفساد والسرقة والنهب وإفقار الدولة، وهيدا برجع بنفس الوقت بعد على نفس الطاولة بتفقوا على تقسيم الجبنة كيف بيقسموها، مين هذا بده ياخذ مطمر بالشمال، هذا بالجنوب، هذا بالجبل، هذا ببيروت، هذا ونفس الشيء مع الكهرباء. هو كله وجهة نفس نظر يعني يتقاذفون في لبنان القيادة السياسية أو الطبقة السياسية تتقاذف الاتهامات وتصف بعضهم يقول عن البعض الآخر أنتم عملاء ومتآمرون وأنتم هولي مثلا أنتم عملاء صهيوني ومدري وشو كذا، وهوليك بيقولوا أنتم عملاء إيران ومدري وين وكذا، بالآخر عم بيقعدوا على نفس الطاولة صح. بس وهذه الاتهامات هذه بنسوها، بس إن متفقين أنه هن طبقة فاسدة، لكن في نقطة يعني ما في خلاف حتى بيناتهم على بتقول يمكن يختلفوا على الموقف من إسرائيل، بس ما مختلفين بين بعض أنه طبقة فاسدة وطبقة أفقرت الدولة وطبقة بس هوني 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 إن أغلبهم هوني حتى أحد المآخد اللي أخذ يعني مهم واحد يعني يذكر فيها أنه يقولوا أغلب الطبقة، لا أنا قصدي أحد المآخد على الحراك المدني والحراك المطلبي أنه لم كان أكثر جرأة في المرحلة الأولى لأنه كان يوجه سهامه للجميع دون أن يخاف. بلحظة من اللحظات شهدنا أنه خافوا من اللي بيقدر أن يلحق الإيذاء بهم. يعني خليني أحكيها، أعطي مثال بسيط، الأستاذ محمد مشنوق الذي هو وزير البيئة، رجل آدمي أكاديمي يعني هذا بإطار وزارته لم ينجح، يعني وهذا شيء مؤسف. تم الهجوم أو تم احتلال الوزارة، الوزارة وصار في قصة طويلة عريضة، احتلوا الوزارة وطلبوا باستقالة محمد المشنوق. محمد المشنوق رجال مسالم قاعد بمكتبه، وبآخر النهار ظهر من البوابة الخارجية وراح على بيته، ما استقال بس ما عمل شيء. طيب طرحت أنا السؤال على أحد قادة الحراك إنه يا أخي طيب ليش عم تفوتوا على وزارة محمد، على وزارة اللي قاعد فيها محمد مشروع بهذه الطريقة، وأصلاً هو ممنوع أن يستقيل لضرورات التوازن السياسي في البلد، فأنتم بتعرفوا إنه هذا أمر غير وارد ما له علاقة بالنفايات. قلت لهم روحوا تظهروا على باب الأستاذ نبيه بري، روحوا على حارة حريك، على مقر حزب الله اللي هو جزء من التركيبة السياسية، فيكم تتظاهروا، فوتوا على وزارة يديرها أحد وزراء النائب وليد جملاط اللي بالنتيجة صحيح أنه هو بهذه الفترة بالسنوات الأخيرة الماضية يتحلى بغاندية هيك مستجدة، بس وليد جملاط أحد أمراء الحرب بالنتيجة، يعني عنده عصب مقاتل يعني في داخل طائفته. قال شو بدكم ينا نقتل، ناخد نهجم على المكان الأضعف. هذا أحد المآخذ. وكان في إذا بتتذكروا بأحد القنوات التلفزيونية اللبنانية المحلية رفعت صورة لكل القادة السياسيين اللبنانيين كلهم بأنهم هؤلاء فاسدون، بتقشوا على الهواء على ساحة رياض الصلح. إحدى الصور فيها، هذه الصورة اللي جامعة الكل، فيها صورة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله. هاجم مجموعة من مناصري حزب الله وشتموا المذيعة زميلتنا ديما صادق، في كتير ناس بيعرفوها يعني، وهددون أنه هلأ بتنزل الصورة ولا بنكسر استوديو على راسكم، شالوا الصورة ما قدروا يعملوها. مرة تانية تتذكر أنت كمان يا دكتور، أحد الناشطين عنده مشكلة شخصية، بس هذا
هو ظريف يعني شخص، حمل يافط لافتي تندد بالأستاذ نبيه بري رئيس المجلس النيابي ويصفه أنه هو رأس الفساد، وحده صورة لوليد جملاط أنه فاسد، وحده صورة لسعد الحريري. طبعا جمهور سعد الحريري غير مقاتل، لا يقاتل ولا يعني منه يعني ما بينزل على الشارع يقتل. وليد جملاط أخذ قرار أنه هو لا يدخل في معمعة الشارع، يعني هذا قرار واضح من عنده. نزل مجموعة من محاذبي حركة أمل وانهالوا ضربا على هذا الرجل وعلى اللي موجودين بالتظاهرة اللي لحقت بعدها بثلاث أربعة أيام. حاول نفس المتظاهر أن يرفع صورة الرئيس نبيه بري فهجم عليه زملائه اللي بالتظاهرة بالمطلب أنه نزل مظاهرة ما لك حقه، وطرد أنه شو بدك تعمل، بدك تقتلنا. إذن هذه اللي أعطيكم الفكرة أنه الحراك المطلبي عندما يريد أن يصيب عليه أن يتحلى بشجاعة وأن يذهب إلى الآخر. ما فيك تعمل هون يعني تعمل ميزانين هيك. هذه نقطة ضعف هذه. لا صح أنه لابد أن يكون هناك يعني عدم استفراد أشخاص، لأنه التركيبة كلها فاسدة. يعني يمكن تلاقي شخص فيها ما فاسد لكن كلها كتركيبة فاسدة. هلا بالنسبة لأستاذ محمد مشنوع وزير بيئة، السبب أنه هو وزير مسؤول عن النفايات، لكن مش مشكلته، هذه مشكلة تراكمت قبل طبعاً. هو صار له سنة وزير، بس بعرف هو صديق يعني قديم، مش حتى الرئيس تمام مش مشكلته، هذه كلها ورثوها عن يعني حكومات المتعاقب. لكن اليوم هم في السلطة وهم يمثلون السلطة. أنا بعتقد لن يسمح لأي وزير أن يستقيل للكلام اللي ذكرناه قبل، أنه يعني إذا استقال وزير أنه يمكن تهديد السلطة، ومن غير المقبول تهديد السلطة حقيقيا. مشان هيك قلنا بثلاث أيام اللي مضيت حنشوف حركة مضادة. لكن أنا اللي بقوله أهم، مش أهم، أنه عنصر يمكن لازم ندور عليه، أنه هذا الحراك وصل لمرحلة وما عم بيكبر بأي معنى. أنه الاستقطاب، يعني أنا عم بحكي مع ناس عادي من تيارات متعددة وكذا، أنه هيدول الشباب هلا طلعوا عليهم للشباب أنه هون مدعومين من الأمريكان، مدعومين من كذا، مدعومين من كذا، فصار في تخوف منهم، توجس منهم أنه معقول يورطونا هولي بحركة. واحد اثنين، الحركة ما عادت تكبر، يعني وصلت لحد ما قدر تجيب أكثر من 15,000 يعني بأحسن حالات، بأحسن الأحوال، يعني عم بينزل جامعات. وهيدي بعتقد أسبابه التفرقة اللي ذكرها أستاذ علي، أنه كل واحد بده شيء، يعني لا في قيادة موحدة، لا في رؤية موحدة، لا في انضباط موحد. يعني في عدة أمور إذا كان لهذه الحركة أن يكون لها مستقبل عليها أن تتحول إلى حركة حقيقية، وأن يكون لها برنامج عمل. ما فيك أنت اليوم تقول أنا أنزل كسر البلد، أنا بدي كهرباء، بكرة كسر البلد بدي مي، يعني أمور مشابهة. وكمان الدولة يعني أو الحكومة، ما بدول الدولة، الدولة تشمل أمور أخرى، الحكومة عبر وزارة الداخلية والعدل اليوم عم تستعمل القوة مع الشباب، زائد التوقيفات، زائد تعويلهم الآن إلى محاكمات اللي هي شيء جديد. من يومين يعني قبل امبارح تم يعني تحويل بعضهم إلى المحكمة العسكرية، وهذا مؤسف. أنه اليوم أنت بلبنان طبعا عندنا محكمة عسكرية يجب أن تكون للأمور العسكرية، لكن كل هؤلاء عم بيتحولوا للمحكمة العسكرية. أنا ابني نزل على الحراك وأول مرة بنزل على مظاهرة، أكل قتلي ودعوسوه يعني من قدامه ومن ورا ومن فوق ومن تحت وهذا، لأنه ما سمع الكلمة على كل حال. المهم حولوهن على المحاكم العسكرية اللي هي منا يعني مش لهال. أنت على كل حال بلبنان قول إذا ضربت سيارة عسكرية ب
يعني حادث وحملوا محكمة عسكرية. هذا قانون، هذا قانون من وقت الحرب وبعده الدولة وما ألغوا وما ألغوا. لذلك الآن أنا بعتقد أنه الدولة، الحكومة عفوا، حكومة ستواجه هؤلاء الشباب بشدة في المرحلة الراحلة من أجل القضاء على أي تحرك يمكن أن يؤدي إلى إضعاف السلطة اللي هي أصلا ضعيفة لكنها متوحدة في مصالحها ضد الشعب اللبناني. سؤال أخير قبل ما نفتح الـ بعد في أسئلة. سؤال الأخوان، هل هناك أي إمكانية بالأفق أن ترجع مثلا الخدمات الأساسية في الدولة تحت سيطرة الدولة، ولا لسه راح يضل مسيطر عليها القطاع الخاص؟ هل راح يكون مثلا في مدن أخرى في أوروبا لما صار في جنوب إيطاليا نفس المشكل، الناس هم أخذوا ملكية جمع النفايات بأنفسهم وصارت العملية أقصر جواب بكل الجلسة هذا لا، لا يمكن، لا ما خلاص مش واضح أبدا هالشيء. خلينا نأخذ شوية أسئلة، تفضل دكتور الميكروفون إذا سمحت. شكرا جزيلا. اسمي خالد الحروب. ولو شهير انت يا خالد. الله يخليك يا احمد. في عندي ملاحظتين تقريبا، يعني للنقاش اكثر من انه سؤال، ربما يكون في تعليق عند الاخوان. واحد له علاقه بالهيك بالوقت، توصيف والميتافور اللي احنا من زمان بنعرفه، لانه كل ما يجي الموضوع عن لبنان بقول لك البلد على كف عفريت. هذا صار له 40 50 سنه الحمد لله. انا صار عندي نظريه إنه هذا العفريت اللبناني هو أنجح العفاريت في المنطقة. لا، العفريت منه لبناني. بدليل إنه كل العفاريت اللي حوالين لبنان انهارت، لكن هو على كفه ماسك البلد وبقي ماسك البلد. طبعاً هذا يعني يمكن الميتافور، لكن عنده تفسير أعمق، إنه هو هذا الوضع نتاج إنه كل الخلاف والتقسيم الطائفية والإثنية والولاءات اللي فوق دولتية إلى آخره كلها كانت فوق السطح، فهي تنازعت ووصلت إلى نقطة توازن فوق السطح، فصار هذا العفريت قوي. العفريت اللي ظلوا تحت السطح كانت المشكلة فيه، إنه لما طلع فوق السطح مثل ما شاهدنا في الربيع العربي، لما طلع كان ضعيف، ما قدر لا يحمل بلد ولا يسلكها 6 أشهر. فلذلك خروج كل هذا النظام الطائفي وأحيانا العفن وأحيانا القبلية وإلى آخره فوق السطح، هي مرحلة لابد منها إذا إحنا بدنا نوصل لدولة مواطنة ولا لا. تأخذ فترة طبعا، تأخذ جيل جيلين 3 أجيال، لكن أنا بشوف الوضع في لبنان أحسن من معظم الدول العربية، لأنه ما زال عفريتها تحت السطح. الوضع في ليبيا الآن أحسن من وضع معظم البلدان العربية على ما في، من لأنه دخلت البروسيس، دخلت المرحلة. الآن الملاحظة الثانية وبسرعة أخ سلطان، اللي هي أنه لماذا حدث ما حدث في لبنان مع النفايات؟ أنا في تقدير المتواضع أنه المسألة في كل بلد من البلدان العربية في تراكم لظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية وإلى آخره، تصل إلى نقطة الانفجار. لما البوعزيزي بحرق نفسه في تونس، ما صارت ثورة عشان البوعزيزي، صارت هذه الشرارة، النفايات هي الشرارة اللي في لبنان. العنوان الإسقاط النظام اللي هو كان غامض في لبنان، المشكلة زي ما تفضل الأخ خالي، إنه شو النظام دلني فرجيني إيه وأنا النظام، يمكن التركيبة الطائفية، لكن ما زال المشوار بعيد لأنه العفريت تبعه قوة. على سيرة العفريت بس بدي شغلي في إخواننا المخضرمين، نذكرهم بشغلي وحضرتك كمان على سيرة العفريت اللبناني. بالستينات بتتذكروا الرئيس الراحل اللواء فؤاد شاب، اللي هو يقال أو يعتبر في تاريخ لبنان أنه رائد الحركة الإصلاحية في لبنان، يعني هو الرئيس المصلح الوحيد ربما في تاريخ اللبناني منذ تأسيس الجمهورية اللبنانية. استدعى إحدى البعثات، تذكرون إيرفورد، واستدعى وطلب منهم وضع يعني تقرير هذه البعثة، تقرير عن الحال الوضع اللبناني، عن يعني إصلاح كيف يمكن إصلاح الوضع اللبناني. طبعا كان هناك العديد من الاقتراحات
وتم جزء منه تطبيقه على صعيد الإدارات العامة، لكن سأل الرئيس رئيس البعثة قال له هذا لبنان منه طبيعي، يعني هذا لبنان منه أعوج. قال له شو فيه أعمل لجلس كان على عشاء ومعروفة هذه يعني الأمر. قال له فخامة الرئيس ما تعمل شيء، اترك لبنان كما هو، لا تلمس شيء، بضعة إصلاحات قليلة على صعيد المؤسسات الرسمية، يعني الخدمة المدنية، لا تعرف المؤسسات الرقابية، ما يسمى بالمؤسسات الرقابية، هذا قال له ما تدقر لبنان، اتركه وإلا ينهار لبنان. هيدي ب 62 أو 63 ويعني معروفة، تركه ونهار صار حرب أهلية تعرفوها. يعني هي المشكلة، هذا العفريت اللبناني وهذا اللي كنا نحن عم نقوله سوا قبل ما الاستقرار، إنه طيب لبنان بكل هالعوارض، سوريا حمام دم، العراق حمام دم، فلسطين ما أدراك ما فلسطين، مصر حالي يرسلها، ليبيا، اليمن، اليوم تركيا، ما هيك شو اسمه هذا التفجيرات في تركيا، ولبنان رغم كل شيء، الأحقاد العميقة، الصراع والانقسام العمودي ما بين هذا وذاك، التسلح، حجم التسليح داخل المجتمع اللبناني، هناك حجم عالي كتير كتير من التسليح، اللبنانيين مسلحون كلهم، نعم. والبلد هادي وما عم ينفجر، ليش؟ هذا هو العفريت اللي هو موضوع الاستقرار، لكن ما فيش يعني أو تهدئة بدون حل. نعم. لكذا أمر. في عندنا سؤال هون، اسمح لي أخذه أول، إله علاقة بالكلام اللي تفضلت فيه الآن. الدولة اللبنانية مش خايفة مع كل اللي عم بيصير وانخراط حزب الله في حرب في سوريا ودعم الأطراف الأخرى من لبنان لأطراف في سوريا؟ مو خايفة إنه يدخل لبنان دوامة الحرب السورية؟ وليش ما نزلت الجيش اللبناني لم النفايات كشكل مبدئي لحل موضوع النفايات؟ مثل الناشونال جارد بأمريكا بيحلوا المشاكل. يعني إنه ليش ما حلتش محلوش الموضوع وروحوا هدول الشباب بدون ما يصير في بنات؟ بس أي دولة لبنانية؟ أي دولة لبنانية؟ سؤال على الدولة اللبنانية. هي المشكلة إنه ما فيش دولة، يعني ما عم نسألك أين هو النظام؟ أنا بطرح كمان سؤال، أين هي الدولة؟ نصها عند حزب الله ونصها عند ضد اللي حزب الله ونصها مع السوري ونصها مع السوري النظام ونصها ضد النظام. يعني هذا شكلي تشكيلي، هذا الانقسام عامل توازن سلبي بالتركيب اللبناني الموجودة. الجيش ما حيروح يلم زبالة، ما عندنا مشكلة مين يلم زبالة، في زبالين كتار، عندك مشكلة وين بدك تحط زبالة، المطامر الزبالة. لذلك اليوم مين مسيطر على المطامر اليوم؟ ما في حدا مسيطر، عملك مقسمين مثل مذهبيا ومناطقيا، كله بيتقسم، كل واحد له شقفة حسب الموضوع. نعم. فلذلك الأمور كلها في نظام مثل ما ذكر، انه غير النظام الحقيقي هو اللي بيعمل هالتسويات بكل الامور. هلا بالنسبه لمثلا لرئيس الجمهوريه او حتى النفايات او كذا، ما في انهيارات بسبب انه هذه الطبقه او الجماعه متفقه على عدم سقوط النظام في لحمام دم او مشاكل او انهيار اقتصادي او الى ذلك. حتى اقتصاديا اللبنان عنده نظام اقتصادي وعنده نظام اقتصادي خارجي مع لبنان، يعني في عدة عوامل تسمح له أن يستقر، زائد أن اللبنانيين قبل كل المنطقة خاضوا حرب أهلية لـ15 سنة، وما بعتقد حدا حابب يرجع يجرب التجربة، لأن الجميع خاسر، في بدايتها خاسر وفي نهايتها خاسر، وبعدنا نحن محكومين من أمراء الحرب، وذكر أمير من الأمراء، لكن الأغلبية العظمى منهم أمراء حرب. في ذاكرة الجماعية للحرب هي اللي ما حدا بده يفوت فيها، يعني ضبط بعدين نحن
بدنا نصنع عفاريت لبنانية ونبعثها للمنطقة. طب خلينا ناخذ أسئلة تانية. برجع لك دكتور، في دكتور حيدر هناك أول وبعدين دكتور، إذا سمحت الميكروفون للدكتور حيدر. شكرا. أنا اسمي حيدر سعيد من المركز العربي للأبحاث، وأنا عراقي، ف يعني قريب من ملامسة الهم اللبناني، خاصة يعني فيما يخص النظام التوافقي. يعني هلا صار في اتفاق كباحثين انه النظام التوافقي هو احد اهم العوامل في انتاج دوله فاشله، وعندما نقول دوله فاشله على الاقل في احد اركان تعريف الدوله الفاشله وهو عدم قدره الدوله على اداء الخدمات العامه. لكن وين الحل؟ يعني انا شخصيا لا ارى اللبنانيين يناقشون كثيرا بنيه الدوله، شكل الدولة. هل لبنان بحاجة إلى تطبيق الطائف؟ هل لبنان بحاجة إلى طائف جديد؟ أنا أرى اللبنانيين مشغلين أكثر بالسجال السياسي حول علاقة لبنان بالملفات الإقليمية. طبعاً نحن في العراق نقول نفس المشكلة، يعني نحن نقول نحن بحاجة إلى توافقية مرنة ودولة كفوة، لأن أصلاً هناك من يرى أنه الحل مو بس في هجاء النظام الطائفي، لا، الحل في توافقية أكثر. يعني حتى بعض الباحثين ليبهارت مثلا يقول مشكلة النظام التوافقي في لبنان هو تصلبه، عدم قدرته على مواكبة التغيرات الديموغرافية. وانتم تدرون حزب الله نفسه يطرح أفكار مثل الثلث المعطل والمثالثة بدل المناصفة. إذن هناك من يرى الحل ليس في إلغاء النظام التوافقي، الحل هو في توافقية أكثر. النقطة الثانية وما أريد أن أطيل، أنا أعتقد ليس كل المشكلة في هذا النظام. يعني مشكلة رئاسة الجمهورية على سبيل المثال ليست مشكلة محاصصة، هي مشكلة في الانقسام المسيحي، ومشكلة الانقسام المسيحي هي مشكلة سياسية وليست مشكلة توافقية. يعني مشكلة أطراف مسيحية كل واحد له رأي وتوجه في ضمن الملفات السياسية المطروحة في المنطقة. شكرا دكتور سلطان. شكرا، تفضل دكتور. جمع الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عنوان الندوة الأزمة اللبنانية الداخلية. إحنا ركزنا على النفايات. أنا لي ملاحظتين. في الأول أنه في الحقيقة أزمة النفايات موجودة في كل الوطن العربي، والناس بيطلعوا في مصر، في العراق، في كل الدنيا، لكن المشكلة الحقيقية في تدوير النفايات في أجهزة الحكم، لأن إحنا أنظمة الحكم كل فيها هي الزبالة مجتمعاتنا، فهي بيحدث فيها تدوير الزبالة، ريسايكلينج. الحاجة الثانية المهمة، الدكتور صديقي مصلي، السعر البترول ما زادش عندك بس، ده انت كان عندك بس انخفاض، انا عندي انخفاض ورز الخليج وسبايرلد اوت في مصر اكتر منكم 10 مرات. ليا بقى سؤالين لكم. السؤال الاولاني، لما انت قلت التعامل مع اسرائيل تزشين، والتعامل مع روسيا more than a shame، كويس؟ وبالتالي تعالى ننادي بإخراج كل القوى الخارجية من سوريا، داعش وحزب الله ومعرفش إيه وروسيا، علشان تتحل المشكلة في لبنان. هذه نقطة. النقطة الثانية اللي بتهمني، لماذا لا نكون شجعان وننادي أن يكون هناك اقتراع مباشر لرئيس الجمهورية بين ميشيل عون وسمير جعجع، ونحتكم إلى الشعب؟ وانتوا أساتذة ما تنادوا، نادوا. أنا عندي جواب على تاني سؤال. طيب خلينا نبدأ بجوابك لتاني سؤال. بلش بالتاني. بلش. حضرة الأستاذ الكريم، موضوع التصويت أو الاقتراع مباشرة من الشعب بلبنان أمر بتأسف لك أنه مستحيل. رح لك ليش. الانقسام الطائفي والمذهبي بالبلد قوي إلى درجة بحيث أي رئيس جمهوري اليوم مثلاً، أي رئيس جمهوري اليوم بده يطلع بالوضع الديموغرافي اللي تفضل وقاله الدكتور من العراق، إنه في تحولات ديموغرافية بلبنان. المسيحيين إذا بدك تعرف عملياً، من بقي من المسيحيين مقيماً على أرض لبنان لا يتعدى 30% 70% مسلمين.
يعني اقتراع مباشر، يعني رئيس الجمهورية اللبناني لا كلمة للمسيحيين نهائيا باختياره. يستطيعون لحظة، يستطيعون أن يأتوا مش بميشيل عون أو سمير جعجع، بيقدروا يجيبوا طنوس الدويهي ويعملوا رئيس جمهورية، ولا أنت بتعرفه ولا أنا بعرفه، 70% من المسلمين. الاقتراع المباشر أمر بلبنان خطير وأمر مش ماشي وما رح يمشي، لأنه صيغة الطائف شو هي؟ إنه الديموغرافيا تم سنة 90، اتفق اللبنانيون فيما بينهم بإقرار عربي وبمظلة دولية إنه لبنان مناصفي، نعتبر إنه العداد نص بنص مسيحي مسلم، نص البلد مسلم نص البلد مسيحي، لكن عمليا لا، البلد تلتين إذا مش ثلاث أرباعه مسلمين، والربع الباقي المقيم على الأرض مش إنه مسجل أسامي بالدوائر هن مسيحيين فقط، مسيحيين هاجروا. لكننا نريد أن نحافظ على لبنان بصيغته وبحلمنا إنه هو مناصفي. هذا للأسف يعني. دكتور أحمد، موضوع الانقسام المسيحي اللي تفضل فيه دكتور حيدر. لا أنا بدي أقول إنه النظام التوافقي، يعني المذهبي التوافقي، لن يؤدي إلى حل. لبنان هو تجربة فريدة من نوعها بهالمجال، وسقطت ما نجحت. تقسيم الحصص على أساس مذهبي وطائفي غير مقبول، حتى اللي ذكره الأستاذ علي، يعني بعد 20 سنة 25 سنة لنقول إنه لأسباب إن شاء الله لا، بس لنقول إنه المسيحيون في لبنان أصبحوا 15%. هيدا النظام بدل قائم؟ ما حيضل قائم. لذلك إذا لم نستبدل فكرة المواطنة ونجعلها هي الأساس في التعامل مع الدولة، مع كل المشاكل اللي بدها تجيب، نحن رايحين على تفجيرات جديدة ما حتنهي الأزمة. يعني اليوم الأزمة مثلا بيطلع بعض المسيحيين، ما بدي أقول الكل، بيقولوا إنه نحن بدنا حصتنا بالدولة. أخي ما الحصة أخدينا، رئيس الجمهورية وقائد الجيش والبنك المركزي، وأنتوا مثل ما قال بعد، يعني بعدهم لنقول 30% 25%، لكن هذه الأمور ذهبة لا تفجر. إذا بالعراق توافق سني شيعي اللي هو وأثني وغيره، هيدي أنت عم تبني مستقبل متفجر في العراق، لن ينهي الأزمة في العراق، وبكرة إذا عملوه بسوريا كمان نفس الشيء. لذلك الأنظمة القائمة اليوم في المشرق العربي غير قابلة على الاستمرار تحت هذا الاسم. الأمريكان شو إجوا عملوا؟ أول ما إجوا عملوا دمروا الدولة العراقية. ما عم بحكي عن صدام، عم بحكي على الدولة المركزية نفسها. كان مفترض يعملوا إصلاحات، انفتاح، نوع من ديمقراطية العمل السياسي والبرلمان، لهبطوا كله، أسقطوا. وكمان شفنا ليبيا، أسقطوا الدولة في ليبيا، هذا ليس الحل. وبعدين إعادة إنتاج السلطة باسم مذهبيات السني والشيعة، أنت عم تعمل بالعراق يعني نوع من تفجير المنطقة. بعدين كثير من السنة يذهبون إلى الدولة الإسلامية على أساس أنه الشيعة سيسيطرون على العراق ويكون لهم الكلمة الفصل، وهذا ينطبق أيضا على سوريا، وينطبق أيضا ربما على لبنان في المرحلة القادمة. لذلك النظام يسموه الكونستوسيشنال، اللي هو كونفشنال سكتاريان هوريفيك، يعني هذا نظام يعني سيؤدي إلى تفجير المنطقة أكثر وأكثر. الدولة الإسلامية اليوم وجبهة النصرة وجماعات في لبنان في الشمال وغير الشمال تتغذى على الصراع المذهبي، إنه حزب الله ذهب إلى سوريا لقتل السنة هناك، نحن سننشئ جماعات متشددة لو كانت مع الدولة الإسلامية، لكن يجب أن تكون ضد الشيعة ومقاتلة الشيعة. هذا هو المشهد الحالي اليوم. لذلك أنا ضد أنه العراق إن شاء الله، يعني أنا
كنت للأسف من الفريق الذي نصح قبل الدخول إلى العراق لأن لا يتم تدمير الدولة. طبعا أنا مني يعني مسؤول أمريكي، لكن كنت من الناس اللي عملوا الدراسة والمؤتمر قبل الدخول لأمريكي، لكن نقرر وأنا بعتقد قرار ناتج عن وعي مش قرار عن عدم وعي، إنه هذا بريمر كان يعني كان لا يفهم السياسة، لا قرار على أعلى المستوى. وأنت إذا بتقرأ كثير من الدراسات الموجودة بمراكز الأبحاث واللي أصبحت منشورة اليوم، هناك خطة لتقسيم المشرق العربي وفي مرحلة تانية غيره إلى دويلات إثنية وطائفية ومذهبية، دولة علوية، دولة شيعية، دولة سنية، دولة كردية، دولة درزية وما إلى ذلك. أردوغان شو كان بده بالمنطقة العربية؟ إنه هو بده يحمي المنطقة السنية في الشمال، شو بده يحمي؟ بده يوسع تركيا ويسمح بقيام دويلات في المنطقة. لذلك الأمور اللي نحن الآن في مرحلة دقيقة جدا، قد يكون لبنان بهالمرحلة أقل خطرا من غيره بسبب تماسك هذه المذهبية بهالمرحلة وتخاصم الحصص. لكن لبنان عنده اتفاق الطائف لم يتم تطبيقه. نحن عنا انتخاب بلا يعني أن تكون العمل السياسي في لبنان غير طائفي وأن تنقل المذهبيات إلى مجلس الشيوخ، ما عملوا، رفضوا إقامة اللي هو بنص عليه الطائف لجنة، مش إلغاء الطائفي، لجنة لدراسة كيفية إلغاء الطائفي، رفض الدراسة. واحد بيقول له أنت بشع بدي أعمل لك دراسة، بيقول له لا خليني بشع أنا وما بعرف شو. لذلك الحل في لبنان موجود لكن لابد من تطبيقه، اللي هو فيه كثير من الأمور التي ستغير العمل في لبنان. يعني فصل القضاء عن السياسة، نحن لبنان قضاء بخاف من السياسة بعينه وبرأيه وبيعطيه أداء معاشه وما إلى ذلك، كمان السلطات الأخرى. فبلبنان في اتفاق يجب علينا أن ننفذه. العراق بعد بده شغل أكثر من لبنان، وبعدين العراق دولة ضخمة عندها بترول، عندها جزء من الصراع بمنطقة الخليج. نحن لبنان دولة هامشية بهذا الصراع. الحمد لله اكتشفنا أنه عندنا بترول، إن شاء الله بنبعثكم إياه بكرة شوفوا شو بتعملوا فيه. أوكم تخصخصوا هذا؟ لا المشكلة قسموا 10 قطع، قسموا المنطقة اللي فيها بترول بالبحر 10 قطع ليوزعوها على غاز لبنان وبترول لبنان يمكن بأمان إذا بقي تحت البحر باعوه قبل ما يطلع وعيشلوه خليه تحت. لا اسمح لي دكتور في سؤال أخير وبعدين لازم we have to conclude. من مش أحد المشاهدين لك تدخل الروسي في سوريا، هل هو لمصلحة استقرار لبنان أو ضد استقرار لبنان؟ وهذا السؤال سألي. لا التدخل الروسي في لبنان ما له دخل بلبنان. في سوريا. عفوا في سوريا. كمان. لسبب واحد وبسيط. في لبنان هناك انقسام عمودي فيما يتعلق بالمسألة أو بالأزمة السورية. اللبنانيون منقسمون إن كقوى سياسية أو كمواطنين، جزء مع النظام وروافد النظام، إيران روسيا وما إلى هناك، وجزء آخر مع الثورة السورية. أنا بعتبر أنا مثلا من الناس اللي مع الثورة السورية ضد الفريق الآخر. تسلم. لكن في تفاهم بلبنان أنه بالرغم من كل هذا الانقسام نريد تهدئة، غير قادرين على صنع تسوية وعلى حل، لكن على الأقل هناك ضوابط داخلية، ضوابط ذاتية أنه أوعى نوصل على الدم في لبنان. لأنه شفنا نحن في سنة، الأخوين بيعرفوا أكثر مني، أنا كنت صغير، مش معناتها أنه صغر حالك بعد الحرب 17 سنة بلشت ببوسطة يا أخوان. مزبوط. بلشت ببوسطة، إطلاق نار على بوسطة بمنطقة عين الرماني بلبنان،
14-15 قتيل وما بعرف كم جريح، بلشت هيك ولم تنتهي، بلشت 75 وانتهت سنة 1990، 17 سنة ما كنا نعرف. وأنا بذكر بس تأختم ب 20 ثانية، كنا وهذه لكل الدول العربية بنقولها لكل أهلنا بالعالم العربي عن الحروب الأهلية، كنا كل جمعتين ثلاثة نقول نسمع أهلنا نهار الثلاثة رح توقف، في بشهر أيار 76 في حل جاي وما بقى في إطلاق نار بلبنان. كنا نسمعها، كنتوا تسمعوا ولا لا؟ وهذا وراحت الحرب 17 سنة. تعرف أنت تعرف كيف تبدأ الحرب، لكنك مطلقا لا تجهل كيف تنتهي، ولا يمكن لك أن تعرف كيف تنتهي الحروب الأهلية. والضعيف في بداية الحرب ليس بالضرورة ضعيفا وخاسرا في نهايتها، والعكس صحيح. شكرا. شكرا جزيلا أستاذ علي. شكرا دكتور أحمد. بس بدي أقول كلمة، ما وجدناش حلول لكنها على الأقل توضحت الفكرة عندنا. أقول كلمة على روسيا لو سمحت. تفضل بس بسرعة، لأنه الضعف الأمريكي وعدم قدرتها على حزم كثير من الأمور في المنطقة وما نشهده في يعني ابتداء من العراق، تذكر من العراق مرورا بكل أزمات المنطقة وحتى بسوريا وحتى بمصر وحتى بليبيا، سياسة الولايات المتحدة تفكفكت وغير قادرة على لملمة الوضع. الدخول الروسي في هالمرحلة قد يغير من اللعبة الجيوستراتيجية في المنطقة. وطبعا روسيا لا تقاس بإسرائيل تحت أي بند من البنود. أنت بتحب إسرائيل الله يقويك. شكرا يا سيدي. شكرا 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 لحضوركم، وشكرا لمشاهدينا اللي تابعونا على الجزيرة مباشر. يوم الثلاثاء 20 أكتوبر القادم الساعة 6 في فندق الهيلتون، في عنا كمان ندوة راح تركز على موضوع سياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وما أنجزه أوباما في وقته. يعني هلا الناس كلها دخلت في الانتخابات القادمة ونسينا إنه ضايل له سنة هو في المكتب. فإذا بهمكم الموضوع إذا شرفونا الساعة 26 أكتوبر في فندق الهيلتون. شكرا شكرا للجميع، وشكرا لكم دكتور أستاذ.